السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء بنات طلاب الصف الثاني الثانوي، معاكم دلوقتي أسلوب التعجب. إيه أسلوب التعجب دوت يا أولاد؟ التعجب هو أسلوب يدل على الدهشة والاستغراب أو التعجب، شعور نفسي لاستعظام شيء معين، شيء لصفة بارزة فيه. للتعجب صيغتين اتنين، عشان لما يجي لك صيغتين قياسيتين، يعني عشان ها يبقى للتعجب صيغتان قياسيتان، هما افعل به او ما افعل. يبقى لما يجي لك في الامتحان يقول لك استخرج اسلوب تعجب، هندور على افعل به او ما افعل. ما افعله بيتعرب ازاي؟ ما اللي في الاول ديت يا اولاد؟ تعجبيه مبنيه على السكون في محل رفع مبتدا. يبقى ما دايما التعجبيه مبنيه على السكون في محل رفع مبتدا، وافعل ده هتبقى فعل ماضي مبني على الفتح وفاعله ضمير مستتر يعود على ما، والمتعجب منه اللي هو يبقى رقم ثلاثة دايما. يعني انت هتعد 101، افعل اثنين متعجب منه رقم ثلاثة، دايما هيعرب مفعول بمنصوب على طول. طب لو هو جاي بصيغة افعل به، افعل ديت فعل ماضي جاء على صورة امر او ورد على صورة الامر، والباقي اللي هي في به ديت حرف جر زائد، والمتعجب منه اللي هو رقم ثلاثة برضو اسم مجرور لفظا مرفوع محلا. يبقى هنا تاني، ما تعجبيه مبنيه في محل رفع مبتدا، وافعل فعل ماضي مبني والمتعجب منه مفعول به. انما الثانيه فعل ماضي جاء على صوره الامر والباء حرف جر زائد وما بعدها اسم مجرور لفظا مرفوع محلا، او فعل مجرور لفظا مرفوع محلا. ايه شروط صوغ اسلوب التعجب يا اولاد؟ لازم يجي مباشره من الفعل الماضي الثلاثي اللي هو عدده ثلاث حروف، ويكون مبني للمعلوم، ويكون تام. يعني ايه تام؟ يعني ليس من الافعال الناسخه، مش كان واخواتها يعني. ويكون متصرف. يعني ايه متصرف؟ يعني ليس فعلا جامدا، يعني بيجي منه الفعل الماضي والمضارع والامر. في افعال جامده اللي هي نعمه وبئس وعسى وليس وحبذا ولا حبذا، ودولناها قبل كده. يكون مثبت، يكون قابل للتفاوت، يعني نستطيع المفاضله في صفته، يعني ذكي يبقى اذكى او اقل ذكاء، غبي يبقى اغبى اقل غباء. وليس الوصف منه على افعل فعلاء مؤنثه على وزن فعلاء، يعني الوصف منه المذكر ما يكونش على وزن افعل او المؤنث على وزن فعلاء، يعني لا يدل على لون او عيب زي احمر حمراء اخضر خضراء اعرج عرجاء الى اخره. اذا فقد الفعل شرطا من الشروط السابقه هيجي منه التعجب بس بصورة غير مباشرة، بصورة غير مباشرة، ويجي بعده المصدر الصريح والمؤول. طب اللي ما بيجيش منه تعجب خالص ايه يا ولاد؟ اللي هو الفعل الجامد، الافعال الجامدة، والافعال الغير قابلة للتفاوت. الافعال الغير قابلة للتفاوت ها اللي هم مات وفنى وهلك وولد، ها مات وفنى وهلك وحضر وداء، اللي هي الافعال غير قابله للتفاوت، يعني مش هتقدر تقول ده فلان اموت من فلان او اهلك من فلان. طيب، ولا من الفعل الجامد اللي هو نعمه وبئس وعسى وليس وحبذا ولا حبذا، ولا من الافعال الناقصه اللي هي كان واخواتها، دي ما بيجيش منها تعجب لا مباشر ولا غير مباشر. طيب، لاحظ الاتي، تفوق ده فعل غير ثلاثي، لما اجي اجيب منه اسلوب التعجب بجيب منه فعل مساعد. سناتي بفعل التعجب من فعل مناسب متوفرت فيه الشروط. هتقول له ما اعظم تفوق او ما اعظم ان تتفوق الاء. طب اذا كان الفعل المراد التعجب منه منفيا او مبني المجهول، برضه نجيب بفعل مساعد بس بعديه مصدر مؤول، يعني المستهتر لا يفهم، يبقى تقول له ما اقبح الا يفهم المستهتر، أو ما أسوأ أو أسوأ بألا يفهم المستهتر. طب لو كان مبني المجهول زي يقدر المجتهد، هتقول له ما أفضل أن يقدر المجتهد، هيجي مصدر مؤول، هتجيب بفعل مساعد زائد المصدر المؤول. ماشي؟ ها كده ده أسلوب التعجب وطريقة إعرابه وطريقة صياغته. شكراً.